تحدي عائلات صحفيين المعتقلين والمحامين. انتم في دار اللي بشقى وسيبقى فضاء للحريه. ان الزملاء والزميلات المعتقلين هم سجناء الصحافه والرأي. ناس كل تعرف شباب الحرفيه النزيهه في اعمالها عمرها من دراستها الى العمل بتاعها في الصحافه وغرمت مليوني صغيره بالكلمه كانت تعشق الكلمه برشا. هو أول مطلب إيقاف العمل بالمرسوم 54 خاصة في علاقة بجرائم الرأي، وعندما نقول جرائم الرأي هي جرائم الصحافة وجرائم الرأي للمواطنين، لا فرق بين مواطن وصحفيين عندما يعبر عن الرأي. المطلب الثاني هو إطلاق سراح زملائنا لأنهم نعتبرهم سجناء رأي لأنه تم سجنهم على خلفية آرائهم، وهذا ما قال هذا ما قيل في الملفات القضائية. نحن نتكلم على حقيقة قضائية بالإضافة إلى الحقيقة الصحفية، فأن زملائنا تم السجن بهم في السجن على خلفية مواقفهم وراءهم الناقضة للسلطة وللسياسات العامة، بل المسألة أصبحت أصعب بعدما نصب القضاء نفسه مفتشا في الضمائر وفي المقاصد. حريات حريات لقضاء تعليمات عربي عربي لحبسات لقضاء تعليمات يسقط يسقط المرسوم يسقط يسقط المرسوم يسقط يسقط المرسوم يسقط يسقط المرسوم. بالنسبة لقضية مراد قضية أقل ما يقال عنها أنها غريبة الأطوار، لأنه مراد معروف باتزانه ومعروف باعتداله، معناها أمر غريب أنه اليوم نحكمه عام سجن بعد الثورة وبعد ما الشعب التونسي ناضل من أجل حرية التعبير، باش نلقاو اليوم صحفيين موجودين وراء القضبان على الكلمة. هذا هو فقط على كلمة. مراد ماهوش صحفي تشري ولا كلمته تشريت ولا ترشي، مراد نظيف نظيف الأيدي، ويعرفوا الناس كل أنه نظيف الأيدي. ماناش فاهمين في العائلة حقيقة، معناها نقول أنه احنا اليوم موجودين في وضعية متاع عدم فهم للي قاعد يصير، لأنه غير معقول اليوم باش أنه يصير في صحفيين أحرار الشيء اللي قاعد يصير اليوم في تونس. صحافة مستقلة، صحافة مستقلة. كنقابة وطنية للصحفيين التونسيين ستستمر الخطوات النضالية وخطواتنا لسحب هذا المنشور. سنضغط أيضا لتعديله في البرلمان بالرغم من كل التعطيلات من طرف مكتب البرلمان. سندعو زملائنا وزميلاتنا إلى التضامن، والتضامن لا يكفي في هذا المجال، وندعو المواطنين أيضا إلى كل المتضررين وكل المتضررات وكل المحكومين والمحكومات بموجب المرسوم 54 إلى الاتصال بالنقابة، سنوفر لكم الدعم القانوني. هي للبلاد قمع واستبداد، هي للبلاد قمع واستبداد. Thank you.